هنسيب دي تاخد الشق بتاعها ونخش مع بعض على البصاره. ليه نخش مع البصاره؟ عشان البصاره طبعا هتاخد وقت في تسويتها، فلازم برضو نبقى عارفين. سالنا كتير عليها، والنهارده جه الوقت ان احنا برضو نعملها للصيامي وكمان للناس اللي مش صايمه هتاكلها تبقى ليها طعم حلو قوي. بس انا كمان هقدمها النهارده البصاره مش لوحدها، هقدمها كمان مع عيش شامي محمص. عيش شامي بجيبه بقطعه على 4 او على 8 حسب الرغبه، وابدا احطه عندي كده على الصاج او على الشبكه في الفرن لمده 10 دقائق على درجه حراره 180 190، هيدي لون كريسبي معايا كده، وابدا اكلها براحتي تبقى طعمها حلو قوي. زي ما احنا شايفين عندي كده خليها تعيش حياتها. البصاره هنقول على مقاديرها بسيطه جدا. اجيب عندي نص كيلو فول مدشوش، انقعه الاول لمده ساعتين عشان خاطر يبقى معايا ناشف شويه، وابدا اجيب عندي حزمه شبت، حزمه بقدونس، حزمه كزبره، اجيب عندي راس توم، اجيب عندي البهارات بتاعتي الكافيه كلها. ايه هي؟ وكمان نسيت اقول لكم بصله خضراء بتدي طعم كويس قوي معايا، وقرن فلفل حرب مره. اجيب عندي البهارات بتاعتي اللي هي ايه اهم شيء، عندي الكمون، عندي كمان الملح، وعندي الفلفل، عندي شطه بتديها طعم كويس قوي، ويا سلام لو ضفنا عليها حبه نعناع ناشف هتدي نكهه كويسه قوي. السنس بتاع الـ الـ البصاره بالذات طبعا هنحط لها ميه، بس انا مش هحط لها ميه النهارده، هديها لتر مرق الكنور هيبقى طعم معايا كويس جدا. ده بديل الميه. ابدا اقلب كده شويه، الفرخه عندي خدت اللون اللي انا محتاجه، وهسيبها برده تتكمر كاميرا كويسه على النار. ارجع واقول نتكلم على البصاره. البصاره انا هديها لتر مرقه كنور ليه؟ تطعمها لي شويه، وبرده البهارات اللي فيها مع الكمون ومع كل البهارات اللي حطيتها دي كلها هتديني طعم حلو. اساس البصاره النار تكون سخنه كويسه، وابدا اشوح فيها كل مقاديري اساسياتها البصل، اول هام بنزل بيه اول خطوه، وبعد كده بنزل ببقيه البصل الاخضر، وانزل ببقيه الفول المدشوش يكون منقوع ومتصفى. ابدا اقلبهم كويس كويس زي بالظبط كانك بتعملي شوربه عدس، ولكن نفس الطريقه بالظبط ولكن مع مختلف المقادير. هقلبهم كويس، بعد كده اول ما احس ان هم خلاص خدوا ريحتهم من بعض ابدا احط اضيف الميه او مرقه كنور زي ما احنا هنحط مع بعض دلوقتي. هتبقى سهله جدا، تغلي غلوه واثنين وثلاثه واربعه، بعد كده بحطها عندي بعد كده في الخلاط تتضرب ضربه كويسه. بكون مجهز عندي بصلايه، البصلايه دي اقسمها لنصين، نص انا هجهزها البصلايه واديها تعفير بسيط دقيق زي ما احنا شايفين عندنا هنا. هحمرها الاول، طبعا محمرها قبل الهواء عشان اختصار للوقت. هاخد نصها احطها جوه البصاره عشان تدينا ريحه حلوه، والنص الباقي هكسره بايدي بشكل عشوائي على الوش وهتبقى حلو. بس ملحوظه صغيره للبصاره، انا لازم وانا كمان وانا بعد ما اضربها بالخلاط اديها عندي ندعه زيت، وازاي برضو نحط برضو ندعه زيت في البدايه هنا، زيت ريزي هيديني نكهه كويسه معايا، وهيبدا يسوي معايا ان انا محتاجه كله. ليه بديها زيت بقى؟ الزيت عندي هنا لما بديها في وسط الخلطه بتاعتها وهي بتغلي كده بتخليها تلمع، لما اجي اغرفها في الطبق واسيبها لبكره بعد بكره عمرها ما تشقق معايا، خارب ماده دهنيه بالداخل عمرها ما تشقق. لكن هتشقق امتى؟ لما اسيبها كده جافه هتشقق معايا وتبقى شكلها مش كويس خالص. مدام فاديه. الو مساء الخير. ايوه اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بيك يا فندم. الو ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، اهلا وسهلا بيكي. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا فندم. الو تسلم ايد حضرتك، الله يديك العافيه. ربنا يخليك يا فندم. حضرتك منين؟ انا اصلي مصريه بس متربيه في السودان. اجدع ناس واحسن ناس، هي مصر والسودان طول عمرها مصر والسودان واحد يعني. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك. أمريني امر يا ست الكل. حضرتك ممكن عايزه منك طلب بس يا حضرتك. تأمريني حضرتك، تحت امرك. اتفضلي. عايزه الكوسه بالبشاميل. كوسه بالبشاميل، حاضر. وايه تاني؟ حاجه تانية يا فندم؟ والخرشوف لو سمحت. والخرشوف بالبشاميل برضو؟ الخرشوف بالبشاميل برضو؟ حاضر، عينيا الاثنين. ايه تاني؟ شكرا لحضرتك، جزاك الله شكرا فيه. جدا لصلاح حضرتك واهل السودان سلمين عليهم كلهم. شكرا جدا. حاضر هقول لك، حاضر الكوسه بالبشاميل وكمان الخرشوف بالبشاميل، وممكن اقول لك طريقه تجمع الخرشوف بالكوسه مع بعض في بايركس واحد في البشاميل. انا هنا عندي اول حاجه عملتها حطيت عندي البصل والثوم مع الزيت طبعا، وابدا اشوحهم تشويحه كويسه، وابدا اقلبهم كده لحد ما يموتوا شويه، وابدا اضيف عليهم الفول مدشوش ياخد ريحتهم، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا عندي نبص على الفراخ مع بعض عايشه حياتها، ونسيبها مع بعض كده نكمرها كامره، برده نديها بقيه التتبيله بتاعتها، ونديها برده مكعب كنور بسيط كده، او نديها حبه كنور بس الاول نضيف كده هنا زي ما احنا شايفين نص بسيط، ونديها حبه كنور كده ونسيبها تعيش حياتها لمده 5 دقائق، وبعد كده ندخلها الفرن مع بعض. بس اطلع فاصل ونرجع ندخلها مع بعض الفرن ونشوف اخبار البصاره هتوصل معانا لحد فين.
فرنسي طعم ما يختلفش على الاثنين. كنور فاين فودز، المرأة رقم واحد في مصر والعالم. كنور فاين فودز. زيت ريزي، زيت نخالة الرز، زيت ريزي حماية لكل بيت. كنور فاين فودز. هتطبخي ايه النهاردة؟ ما تنسيش تضيفي مكعبين من مرقة كنور فاين فودز مع كل أطباق الرز، لأنها بتخلي الفتة طعمها يفتح النفس. جربيها ودوق الفرق. كنور فاين فودز، المرأة رقم واحد في مصر والعالم. بايلو، بايلو تتميز بقوة امتصاص تدوم 12 ساعة. أجنحة ستريتش لسهولة الحركة. بايلو إيطالية 100%. بايلو، عدوا جمايلو. لانشون أصلو مضمون، الحسن والحسين. طعم ما يختلفش على الاثنين. كنور فاين فودز، المرأة رقم واحد في مصر والعالم. كنور فاين فودز. زيت ريزي، زيت نخالة الرز، زيت ريزي حماية لكل بيت. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه معانا ام هنيه. طيب انا ست عندي هنا الفراخ بتتكمر. بتتكمر يعني ايه؟ بتتبخر بتبخرتها كلها، ما رضيتش اغطيها غير ما نبقى مع بعض عشان خاطر برده نبقى واضحين في الصوره في كل شيء، عشان نبقى عارفين بنعمل ايه. نكمرها بس عشان تتبخر من البخار الجميل دوت والريحه دي تطلع فيها كويسه، وبعد كده ندخلها مع بعض الفرن لو ما لحقناش نسويها، او لو انا شايفه في البيت مثلا ان انت هيبقى ضعيف معاك شويه موضوع تسويتها، فالفرن يبقى احسن عشان درجه حرارته اقوى. هنا بقلب عندي هنا كده خلاص البصله بالثوم. ابدا اضيف دلوقتي بقيه البصل الاخضر دوت برده، يتضاف معاها كده كويس. وعندي الفول مشوش طبعا اكون نقعه ساعتين، وزي ما احنا شايفين بيتجاب من العطار، بيبقى بسيط جدا، او من عند العلاف موجود في كل السوبر ماركت برده. هنا كده ببدا انزل بيها كده اهوت واقلبه تقليبه واتنين بشكل بسيط جدا. طيب نرد على اسئلتنا بشكل بسيط بقى عشان خاطر كل حبايبنا يبقى عارفين ايه الاسئله بتاعتنا النهارده. عندي البشاميل هنتكلم عليه بشكل بسيط خالص، اهم شيء في الموضوع كله الكوسه. الكوسه اجيبها اجرحها بمعنى ايه؟ اشيل منها، اجيب شوكه وامسك الكوسايه كويس واجرحها كده من الجناب عشان الرمل اللي فيها، وانقعها لمده ربع ساعه في الميه. بشيل القمع بتاعها، بقطعها التقطيع اللي احبها، تقطيعها بالطول، تقطيعها بالعرض، مكعبات حسب الرغبه، او بالكامل برده ما عنديش مشكله. خدتها الاول مع مكعبين زبده سوتيه ليه؟ عشان خاطر يعتبر بسويها نص تسويه. خدتها بعد كده طلعتها صفيتها على جنب من الزيت. اهم شيء عندي في البشاميل اللي بتاعي 5 معالق دقيق، 5 معالق زبده، ولو هزود اخلي الضعف 10 و10. عندي كوبايه لبن، كوبايه اللبن دي وممكن اديها كمان في النص نص مكعب كنور، هيديني طعم حلو قوي كبهارات برده، معايا ملح وفلفل. عملت البشاميل بتاعتي خلاص، خلصتها. هجيب عندي 150 جرام لحمه زي اللحمه دي حسن الحسين برده كويسه، نعصجها ونحطها في النص. لو انا عايز اضيف عليها مكسرات هتديني طعم كويس جدا، وده برده انا مستفيد بيها. احط الاول معلقه بشاميل في البايركس بتاعي علشان خاطر يبدا يديني ارضيه زي ما بنقول، عشان خاطر ما يبقاش يلزق معايا فيه. وابدا اجيب الكوسه بتاعتي او الخرشوف نفس الطريقه برده. خرشوف ممكن نجيبه حالتين، لو هنجيبه فريش نقشره لحد القلب بتاعه، او لو هنجيبه فروزن من السوبر ماركت هيبقى برده موجود متوفر معانا، نقطعه مكعبات او نقطعه بالشكل الطبيعي. حطينا حبه البشاميل، رصينا عليها البطاطس الكوسه على الوش كده، حطينا من فوقيها حبه بشاميل بسيط وعليها كمان حبه لحمه مفرومه، واخر رق هنعمل بيه البشاميل وحبه جبنه مبشوره وندخلها الفرن. لو كانت بشاميل، لو كانت كوسه، او لو كانت خرشوف. هنا عندي كده خلاص انا اخدت تمام التمام. هبدا اضيف الخضار بتاعي خلاص كده، انا عملت كل حاجه فيها بشكل بسيط، اديت لها ريحتها من بدايتها عشان تبقى معايا كويسه في الاخر. بقلبها برده كده بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، وابدا اجيب عندي كمان هنا لتر مرقه كنور او ميه لو انت ما بتحبيش كده بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، وابدا اقلبها. جالي معلش امبارح سؤال على البط، انا اسف ما رضيتش عليه عشان الوقت كان عندي بس غصب عني. البط هي قالت بط عادي ما يكونش بشرط يكون البرتقال. هقول لك بط طريقه كده حلوه برده انا بحبها انا شخصيا، وطريقه سهله على كل ست البيت. لو جبت عندي جزرايه، وجبت عندي عود كرفس، وجبت عندي عود كرات، ورقه لور، وفلفل حصى، في لتر ونص ميه، وسلقت عندي البطه تسويه كامله. تسويتها كامله دي هتفيدني كتير في حاجات تانية. ليه؟ انا عايز الشوربه بتاعتها من التسويه ده رقم واحد، وعايز كمان طعم البطايه لما اسلقها تبقى ليها طعم.
خلصت سلقها هصفيها بتصفيه بسيطه. بعد كده هبدا اخد الشوربه دي، ممكن اعمل بيها رز، ممكن اعمل بيها اي حاجه انا شايفها دي اعمل بيها شوربه ايا كانت ايه هي. بعد كده عندي البطايه صفيتها كويس، اجيب عندي عصير طماطم، يعني طماطمايه او بلاش عصير طماطم، ممكن اجيب معلقه طماطم بوريه وادهن كويس البطايه من صدرها كده كويس، واجيب عندي صينيه واحط حبه عصير طماطم زي دول كده في الارض وادخلها الفرن، هتحمش معايا تحبيشه كويسه قوي. ولو كنت الناحيه الثانيه عامل حبه رز بالشوربه او عامل حبه مكرونه او ايا كان ايه اللي احبه هيديني طعم كويس قوي.